معانا عبر الهاتف واحد من الاسماء الكبيره جدا في تاريخ النادي الاهلي لكره السله، يعني في اسماء كده علامات في كره السله في النادي الاهلي وفي تاريخ كره السله المصريه بشكل عام. معايا عبر الهاتف الكابتن مودي الجرحي، كابتن فريق سله النادي الاهلي، الاسم الكبير في تاريخ هذه اللعبه. كابتن مودي، مليون مبروك الفوز النهارده عن كل استحقاق وجداره. حبيبي كابتن كريم، شكرا على الكلام الجميل ده. والله الف مبروك لجمهور النادي الاهلي، ده يعني ده كان التارجت بتاعنا، احنا نفرح جمهورنا. ده بطوله الدوري دي غايبه عننا بقى 5 سنين، وبقى لنا سنتين بنعد الفرقه. الحمد لله السنه دي كرم كبير قوي عند ربنا، يعني 5 بطولات اللي دخلناهم كلها خدناهم، فالحمد لله يعني جدا يعني الحمد لله. يعني الاداء النهارده كان حلو قوي، تحديدا في الفترتين الثالثه والرابعه. الاولى والثانيه كنت تحس ان الاداء رايح جاي، النتيجه حتى بتروح وتيجي، فرق النقاط قليل بين الاتحاد والاهلي، سواء للاتحاد او للاهلي، لكن الفترتين الثالثه والرابعه تفوق الاهلي طولا وعرضا بصراحه. اه طبعا انا عايز اقول حاجه، ان الماتش كان عليه بريشر جامد قوي، 2-2، والاتحاد فريق كبير ومحترم طبعا، طبعا وبينافسونا في كل البطولات السنه دي، فالفريقين كانوا مشدودين قوي الكوارترين، وكانت علامات الكوتش بين الكوارترين ان احنا يعني العب لعبك وشيل البريشر من عليك، استمتع بالباسكت يعني، ودافع اهم حاجه تعمل ديفنس، يعني الديفنس هو اللي بيجيب البطوله، فاحنا دافعنا كويس الحمد لله الثالث والرابع، وكان في توفيق عند ربنا يعني، فالحمد لله ربنا كرمنا في الاخر. طيب النهارده كمان من الحاجات الملاحظة اللي الناس كلها اتكلمت عنها، انه الاهلي يدخل كل البطولات في كرة السلة هذا الموسم ويفوز بيها. ايه السر؟ ايه اللي حصل السنة دي في كرة السلة في النادي الاهلي عشان يحصل تغير كامل وشامل بالطريقة ديت؟ وبصراحة شديدة كده، كان السنين اللي فاتت شوية كان بيبقى فيه بعض الاخفاقات، لكن السنة دي كل البطولات، اي بطولة يخشها النادي الاهلي هو الكبير فيها. اقول لك يا كابتن كريم، هي الفكرة كلها، احنا بقالنا سنتين في النادي الاهلي بدعم صفقات، جبنا ايهاب امين واحمد اسماعيل، بعد كده عمرو الجندي وعمر طارق، وبعد كده عمر عزب ومروان سرحان. اي فرقه بتبقى محتاجه تدعيمات، يعني وكمان بتلعب كتير مع بعض، يعني تستقر على الفرقه سنتين مع بعض، يلعبوا ماتشات مع بعض. يمكن ده اللي حصل يعني في البدايه، كابتن اشرف صفيق كان معانا من سنتين، عملنا موسم كويس بس ما كسبناش، الناس زعلت، بس دلوقتي الحمد لله ده بقى بنجني ثمار السنتين اللي فاتوا، وربنا كرمنا يعني الحمد لله بالفوز بكل البطولات، واحنا كان ده العهد اللي احنا واخدينه، احنا كنا مزعلين من جمهورنا بقالنا سنتين يعني، فكان والله العظيم ده كانت اهم حاجه عندنا، احنا بنفكر في جمهور الاهلي بس، ولا حد بيفكر في اي حاجه شخصيه لنفسه تماما. مشهد حلو، مشهد حلو قدام دلوقتي ولاعيبي كره السله في النادي الاهلي يسلمون الميداليات للكابتن محمود الخطيب. طبعا كابتن محمود الخطيب ده قبل ما يكون رئيس النادي ده بابانا في النادي، يعني ده الاب الروحي لاي لعيب في النادي الاهلي، وهو تعب معانا واحنا كنا عايزين نفرحه، لان هو بيدعمنا كتير ويجيب لنا صفقات ويعمل كل حاجه احنا عايزينها بصراحه، فكان ده يعني مجهود كلهم، مجلس اداره كله كابتن محمود بس. كان اللقطه دي كان متفق عليها ولا كانت وليده الصدفه؟ لا انا بصراحه انا وانا طالع قلت للعيبه يعني قلت لهم احنا كابتن محمود يعني وجوده معانا يعني معانا ده اصلا شرف كبير، ولازم يعني نكرمه يعني. هايل جدا. طيب يا بقى مين بقى ده حكايه بصراحه، يعني النهارده عمل مباراه كبيره جدا يا كابتن مودي. طبعا رايك ايه في الاداء اللي عمله النهارده؟ لا طبعا يا بقى مين لعيب كبير جدا طبعا، والناس قاعده تتكلم كتير انه هيمشي من الاهلي مش هيجدد، راجل جدد 3 سنين في الاهلي، هو ساعه ما جبناه وهو بالنسبه له النادي الاهلي ده حاجه كبيره قوي، ان ايهاب كان بيلعب في سبورتنج قبل كده، لما جه لقى جمهور الاهلي موجود والجمهور بيشجعه بيساندوه في اي حاجه، لقى الموضوع مختلف تماما عن اي حته في مصر. فطبعا ايهاب لعيب كبير طبعا، النهارده كان صراحه ما شاء الله عمل ماتش كبير جدا، وهو عشان بيجتهد وبيعمل اللي عليه ربنا بيكافئه بيوفقه يعني، فالحمد لله يعني مبروك على الفرقه كلها رجاله والله، اللي لعب واللي ما لعبش الناس كلها رجاله. كنت بقول في المقدمه النهارده انه نادرا كده لما تعرف مدرب اجنبي في اي لعبه اخرى غير كره القدم وله شعبيه وله اسم كبير في مصر او في الرياضه المصريه، اوجستي عامل اداء رائع جدا وبقى ليه اسم كبير وتاريخي في الرياضه المصريه بشكل عام، رايك فيه؟ اه طبعا كوتش جوستي يعني مدرب كبير جدا، وشخصيه على فكره بعيده عن التدريب، هو شخص يخليك يعني تحبه وتحترمه بعيد عن الباسكت، عشان كده الحمد لله احنا السنه دي في الفرقه هو مدرب كبير طبعا، بس احنا الفرقه مساعداه في حاجات ايه، ان احنا الروح حلوه، الناس كلها بتشجع بعض، الناس كلها اللي يلعب مهم الفرقه تكسب، هو خلق روح يعني روح كده معينه في الفرقه، وكانت موجوده قبل كده برضو بس السنه دي الحمد لله كانت موجوده اكتر، اللي الروح دي موجوده ان اللي بيلعب مهم نكسب وخلاص، فهو طبعا مدرب كبير جدا، وما جه معانا السنه دي الحمد لله هو كان بيراهن ان احنا نكسب كل حاجه واتمرنا وعملنا اللي علينا، واحنا تعبنا انا يعني برضه عشان اقول بس حاجه، الناس هي مش قصه بقى ان انت حظ او الكلام ده خالص، مفيش حد بياخد 5 بطولات بالحظ، صح، 5 بطولات دول بيبقى تعب ومجهود وربنا بيكرمك عشان انت السنه دي فعلا احنا اقصى فرقه اتمرنا يعني. بص اللي يقول حظ ده دايما عامه يعني اللي يقول لك كلمه حظ دي على طول تعرف انه عنده قصور، عنده مشاكل اهو بالظبط يعني، يعني انا الحظ بيجي للمجتهد يعني الحظ دي تبقى بطوله مثلا مش 5 بطولات يعني، صح، وحتى البطوله والله يعني حتى اي فرقه يكسب بطوله
اكيد الحظ يبقى معاك ولازم يبقى حظ معاك، بس لازم يبقى مجهودك الاول هو اللي يكسبك. والله كتر خير، احنا السنه دي بالذات ناس كتير اتكلمت على كره مش كويسه، وناس كتير اصعد فينا، وناس كتير بتتكلم على لعيبه بعينها، وناس كتير احنا كل الكلام ده والله من اول ومن اخر يوم في الماتشات النهائيه دي احنا اتفقنا مع بعض ما ننزلش كلمه على السوشيال ميديا ولا فيسبوك ولا تويتر ولا انستغرام، احنا قافلين على نفسنا خالص، ما حدش ينزل كلمه لحد ما احنا كنا عارفين ان احنا هيجي اللحظه دي وكل واحد هيعمل اللي عايزه. انا شفت الحمد لله. انا شفت قبل ما اخش على الهوا، شفت حاله انفجار على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا. الحمد لله كان نفسنا بقى، فاهم اللي هو خلاص يلا هخش دلوقتي بقى، احنا قلنا خلاص الحمد لله. الف مبروك كابتن مودي، الف مبروك، دايما موفق ودايما من الاسماء الكبيره في تاريخ كره السله المصريه والنادي الاهلي.